يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، معكم أخوكم نواف السويد، وبهالفيديو راح نشوف مراجعة لجهاز الآيباد ميني 5 أو الجيل الخامس. الآيباد ميني لقى نجاح كبير عند كثير من الناس، خاصة الناس اللي كانوا يبون آيباد ولكن بحجم أصغر من 9 إنش. بالنسبة لي دائما كنت أشوف حجم 9 إنش واللي بعده 11 إنش هو الأنسب لي ولاحتياجاتي، وكنت أشوف إنه يعني هذا حجم الآيباد المناسب. وبصراحة توقعت إنه ممكن خلاص بس إن الآيباد ميني راح يتم إيقافه بعد طرح جهاز الآيفون 10S ماكس وحجمه الكبير، فقلت يعني ممكن إنه يتم الاستغناء عن جهاز الآيباد ميني. لكن قبل كم شهر أبل طرحت الجيل الخامس من الآيباد ميني بنفس تصميم الأجيال السابقة، فهل ممكن يكون جهاز الآيباد ميني 5 يستاهل ان الواحد يشتريه في سنة 2019؟ خلونا نشوف. بداية خلونا نشوف شنو التغيير اللي صار بالجهاز. اولا التصميم نفس تصميم الاجيال السابقة مثل ما قلنا، مع بصمة الايد والاطراف السميكة، لكن من الداخل تم تغييره بشكل كبير وصار اقرب انه يكون ايباد اير لكن بحجم 7 انش. المعالج A12 مع 3 جيجا رام، وشاشة الريتنا ديسبلاي مع خاصية الترو تون اللي من خلالها الشاشة تعدل ألوانها حسب الإضاءة المحيطة علشان تعطيك رؤية مريحة أكثر للعين. كذلك تم دعم الجهاز للأبل بنسل الجيل الأول، فتقدر من خلال هالشيء أن أنت تستخدمه للتدوين أو للرسم أو لأي شيء تحتاج فيه للدقة في التحديد والكتابة والتحكم. تجربة الجهاز كانت صراحة وايد ممتعة، الحجم جدا مناسب لأنه سهل في التنقل أكثر من الآيبادات اللي حجمها أكبر. فبالنسبة للناس اللي حابة يكون عندها جهاز آيباد بحجم صغير، هالجهاز راح يكون فعلا مناسب جدا. خلوني بداية أتكلم عن الأشياء اللي حبيتها في الجهاز واللي حسيت فعلا أنه ممكن تفيد كثير من الناس اللي حابين يقتنون جهاز الآيباد بهذا الحجم. أولاً الإنتاجية، حجم الجهاز ووزنه راح يساعد وايد في سهولة التعامل معه مع التمتع بكامل إمكانيات جهاز الآيباد العادي سواء كانت 9 إنش أو 10 إنش. الكتابة بالقلم وأخذ الملاحظات، وكذلك وايد حلو في تعديل المقاطع والصور والرسم، وكذلك القراءة وتصفح المواقع. فتجربة هذه الخواص بهذا الحجم للناس اللي ما تبي جهاز كبير راح تكون تجربة حلوة وممتازة. ثاني شيء عندنا الترفيه، الجهاز وايد حجمه ممتاز للألعاب. أنا عن نفسي وايد استمتع باللعبة مع جهاز الآيفون 10S ماكس لأنه شاشته كبيرة وحلوة، وجهاز الآيباد برو لل 11 إنش أحسه وايد كبير خاصة حق التحكم، لكن مع جهاز الآيباد ميني التجربة كانت وايد أمتع. الشاشة حجمها وايد حلو، أدائها قوي، وهم الحجم وايد كان ممتاز، لا هو صغير ولا كبير، تحس فعلا الحجم المناسب لجهاز ترفيهي متنقل. كذلك مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمقاطع كانت تجربتها وايد حلوة وممتازة. من الأشياء اللي ما حبيتها بالجهاز ويمكن الكل يتفق معاي بهالشيء هو التصميم. كنت أتمنى أنه يكون تصميمه نفس تصميم الآيباد برو الجديد، لكن قاعد أفكر فيها أنه لو مسوينا نفس تصميم الآيباد الجديد مع الميزات اللي فيه راح يكون سعره وايد اغلى من السعر اللي منزلينه فيه. فاختيارهم انهم يبقون على نفس التصميم مع تحسين الاداء كان اختيار وايد حلو حق هذه الفتره، لكن فعلا اتمنى الجيل القادم اذا بينزلون ايبادات ميني جديده انه يكون بنفس تصميم الايباد برو الجديد. الجهاز بصراحه اشوفه وايد حلو حق اللي يبي جهاز ايباد حق عياله، وايد مناسب للاعمار من 4 سنوات لغايه 14 سنه، ممكن فعلا يستفيدون منه بشكل كبير. كذلك الناس اللي تبي آيباد لكن بحجم أصغر من 9 إنش أو 10 أو 11 إنش، هذا الجهاز يجي بحجم 7 إنش، فراح تقدر تسوي فيه كثير من المهام اللي ممكن إن أنت تسويها في جهاز الآيباد الكبير. ما راح تحس إنه والله في أشياء ناقصة، لأن كل شيء تقريبا مدعوم في جهاز الآيباد 9 إنش صار مدعوم في هذا الجهاز، وأداءه وايد قوي وممتاز، وحجمه وايد حلو وسهل للتنقل. الجهاز يتوفر بحجمين، الـ 64 جيجا بايت والـ 256 جيجا بايت. كذلك يتوفر منه نوعين، نوع واي فاي ونوع واي فاي
مع سيلر أو خط خلوي أو الإيسم. الأسعار تبتدي من $400 لأقل جهاز، وأعلى جهاز راح يكون سعره $680. كنت أتمنى وجود اختيار أنه يكون في حجم 128 جيجا بايت، لكن أبل اختياراتها بأحجام الأجهزة صراحة ما أدري تتم على أي أساس، ولكن اللي متوفر هالحجمين 64 و256. عن نفسي أشوف جهاز الآيباد برو هو الأنسب لاحتياجاتي، لكن لو فعلا عندي عيال إن شاء الله يرزقنا ويبون آيباد، ما راح أفكر بغير الآيباد ميني لهم. في كل شيء، أي شيء يقدرون أو يبون يسوونه على جهاز الآيباد العادي يقدرون يسوونه الحين على جهاز الآيباد ميني، ومناسب لحق حجمهم وإيدهم والاستخدام، فأشوف أن هذا وايد أنسب لهم. هذه كانت مراجعتي لجهاز الآيباد ميني 5 أو الجيل الخامس. أتمنى تعطوني رأيكم تحت بالتعليقات، وإذا ما كنت مشترك أتمنى اشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه علشان توصل لك تنبيهات المقاطع أول بأول. وهذه حساباتي في قنوات التواصل الاجتماعي، تسعدني متابعتكم. شكرا لكم على المتابعة، نشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم. مع السلامة.